قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن في أمن وأمان، في سلامة وإسلام، وفي قرب من الله عز وجل، وفي رحاب العلم وطلب العلم والعلماء، وهذه هي جنة الدنيا. الحمد لله الذي جعل لنا هذه المواسم من فضله ومنه وجوده ورحمته نتزود فيها للآخرة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الله عز وجل يريد أن يتوب على الإنسان، يريد أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعني يدنيه ويقربه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حديث طبراني وابن أبي الدنيا: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك في الدنيا والآخرة. هذه هي المواسم الطيبة المباركة التي يتزود فيها الإنسان للآخرة، جعلها الله تبارك وتعالى يعني محطات. هذه الفترة التي نسميها نحن انقطاع ليست انقطاعا في الحقيقة، وإنما هي فترة للتزود، العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة، ومن أدرك الحج، ومن لم يدرك فقد جعل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام خير كثير، وهي أيام خير وبركة تتتابع وتتوالى علينا من فضل الله عز وجل وحده ومنته. ثم أما بعد، فكنا قد اتفقنا على إنهاء الفصول الثلاث، الثاني والثالث. أنتوا قدمتوا الأول مش كده؟ اتفقنا على إيه؟ الثاني؟ الثاني فقط، يبقى بقي عندنا الثالث. طيب، والأرجوزة كم بيت؟ 20؟ خمسة أو 15 جديد. طيب، جاهزين يعني للتسميع؟ طيب، طلعوا ورقة كده، كل واحد يكتب آخر خمس أبيات في العشرين بس. لا لا لا، مفيش وقت، بس عشان الوقت. احنا قلنا الفصل الثاني وعشرين بيت، احنا عايزين آخر خمسة بس. احنا قلنا يا اخوانا ان هذه الأنشطة على مدار العام، وما يطلب منكم ان شاء الله يكون عليه معظم الدرجات، يعني درجة أعمال السنة أكبر من درجة الامتحان، امتحان آخر العام. يعني أنا إن شاء الله يعني سأهتم بهذه الأوراق وبتسميع المتن والأنشطة الأخرى التي ستطلب إن شاء الله تباعا. حد تاني عنده؟ آخر خمسة. نشرع في هذا الفصل، الفصل الثالث، تلخيصا إن شاء الله من المحاضرة القادمة.
نبدأ في الفصل الرابع. أخذنا شوطا منه أو قطعة يعني صغيرة منه أو مبحث، لكن سنأتي من أوله إن شاء الله. أخذنا مبحثا فيه الفصل الرابع، لكن إن شاء الله يعني نعيده كأننا لم نأخذه في المرة القادمة إن شاء الله. في هذا الفصل، في الفصل الثالث من فصول هذا الكتاب المبارك، نتحدث عن فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إلى نهاية الإسراء. يبدأ المصنف حفظه الله بذكر وقائع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة الطيبة، بداية من قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكان بين إسلامهما أياما قليلة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ثم يتحدث عن ما كان من الوقائع بعد ذلك في دخول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب، حيث يعني حاصرتهم قريش وألجأتهم إلى الدخول في هذا الشعب في مقاطعة لهم، وسأتي تفصيل هذا إن شاء الله. ثم بعد ذلك، بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من شعب أبي طالب، كانت وفاة أبي طالب في هذا الوقت في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده أيضا بأيام قليلة ماتت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المآسي والأحزان الكثيرة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن يعني آذاه قومه واشتد بأسهم عليه صلى الله عليه وسلم، خرج إلى طائف يدعو إلى الله عز وجل، التمس في خارج مكة من يؤويه وينصره حتى يبلغ رسالة ربه. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحصل شيئا من هؤلاء القوم البؤساء الذين لم يعني يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، بل اشتد أيضا إيذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم. رجع هائما على وجهه إلى مكة مرة أخرى، ثم واساه الله تبارك وتعالى بعد هذه الأحداث الجسيمة التي كان لها أثر شديد في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، واساه ربه تبارك وتعالى بهذه المعجزة الخالدة والآية الباهرة وهي الإسراء والمعراج، لتنتهي بهذه الواقعة هذه الحلقة من حلقات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي نظمها المصنف في هذا الفصل. يعني المصنف يجعل هذه الفصول وكأنها محطات أو مراحل. في هذه المحطة أو المرحلة ذكر من أول قصة إسلام حمزة وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إلى نهاية الإسراء. يقول المصنف، ونقرأ هذا أيضا اختصارا، إن شئت أن تتابع معي إذا استطعت، وإن لم يعني تستطع وشق هذا عليك فتابع فقط يعني بالسماع. يقول: تبدأ هذه الحلقة والمسلمون لا يزالون في ضعف، لكنها تتوج بنصر من الله سبحانه وتعالى مبين. تبدأ هذه الحلقة من حلقات السيرة كما قال، والمسلمون لا يزالون في ضعف، لكنها في آخر هذه المرحلة وهذه المحطة توجد بهذا النصر والعلامة والآية الباهرة. فقد ضيقت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكتفي بالإعراض عن الدعوة، بل صدت عنها وآذت من دخل فيها بشتى أنواع الإيذاء. يلخص المصنف حفظه الله في هذه المقدمة هذه الوقائع التي ذكرناها. يقول: فقد ألجأت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدخول في شعب أبي طالب هو ومن نصره وآزره من المؤمنين ومن أقاربهم أيضا، ومنعت عنهم المؤونة، ولما انتهى الحصار تتابعت الشدائد على الرسول صلى الله عليه وسلم بوفاة عمه، ثم وفاة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ثم صدود أهل الطائف وإعراضهم بل وإيذائهم، لينتهي هذا الفصل بتكريم من الله سبحانه لنبيه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم حينما أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء ليبلغ منزلة لم يبلغها أحد من قبله. المبحث الأول في فقه السيرة من قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه.
قصة إسلام حمزة رواها يعني أهل السير، وإن كان يعني أهل التحقيق أو المحققون من أهل العلم قالوا إن هذه القصة لم تثبت، يعني ليس لها يعني سند تذكر به حتى يحكم عليها يعني بالصحة. هذه القصة سكت عنها الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة، ولم يذكرها في صحيح السيرة النبوية، قصة إسلام حمزة رضي الله عنه. تفصيل القصة كما قلنا لم تثبت من طريق صحيح، لكن أهل السير كما قلنا ونكرر، أهل السير خاصة في هذه الأزمنة الأولى كابن إسحاق كان في أزمنة متقدمة، كان قريب عهد بهذه الأحداث، فكانوا يرون هذه الأحداث ويتناقلونها، يتناقلون هذه الأحداث. فيعني قول أهل العلم بعدم ثبوت هذا لا يعني أن القصة لم تقع، يعني لا ينفي عدم ثبوت هذه القصة، وإنما قالوا إنها لم تثبت أو لم تأتي بطريق صحيح. وفي بعض القصص يقولون أو الأحداث أو الأخبار يقولون لم يثبت لها أصلا سند حتى يحكم عليها بصحة أو بضعف أو نحو ذلك. المهم أن في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عند الصفا، وجاء أبو جهل يعني يمر على النبي صلى الله عليه وسلم فأذاه وشتمه ونال منه، نال من النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أمة لعبد الله بن جدعان تقف في هذا الموقف وتنظر إلى هذا الحدث. فلما جاء حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان يعني قد جاء من الصيد متوشحا قوسه، فحكت له القصة، قالت له وقع كذا وكذا وكذا، وكان بين أبي جهل وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فغضب حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فغضب حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه حمية للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار حتى انتهى إلى المجلس الذي يجلس فيه أبو جهل، ثم أخذ قوسه وضربه على رأسه فشجه شجة منكرة، وقال أتسبه أو تشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول. فلاحظ المسألة كانت في الأول إيه؟ حمية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من عشيرته ومن أهله ومن ناسه. فغضب حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لماذا يشتم هذا الرجل أبو جهل المخزومي، يشتم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم الأشراف الكبار، لماذا يشتمه ويسبه ويعيبه؟ قام رجال من بني مخزوم يريدون نصرة أبي جهل، فكفهم أبو جهل لعله خشية أن تثور بين هؤلاء وهؤلاء يعني حرب، أو تقوم يعني أشياء لا قبل لهم بها أو نحو ذلك. وكانوا يعرفون بأس حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يعني أعز فتى في قريش وأشد شكيمة، كان يعني صلبا قوي القلب قوي البدن يعني شديدا. ومضى الأمر على هذا، كان في الأول حمية، ثم تابع حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه إسلامه، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا يعني فتحا مبينا للمسلمين أن أسلم حمزة. قصة إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا، هذه الروايات الكثيرة بعضها في قصة أنه كان مستخفيا في أستار الكعبة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فرق قلب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي قصة أخرى، قصة أخت عمر لما دخل عندها وجد صحيفة فيها القرآن فلطمها لطمة شديدة، ثم لما أخذ الصحيفة وقرأ فيها بكى ونحو ذلك. كل هذه أيضا لم يثبت من طريق صحيح كما قال أهل العلم، فهي قصص كثيرة، ولعل كل هذا ليس بينه يعني ليس بين هذه القصص وبعضها البعض تعارض، ربما حدث هذا مع أخته ثم ذهب يعني إلى الكعبة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فيعني تخفى في أستار الكعبة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فرق قلبه أكثر مما رق لما قرأ الصحيفة، ثم بعد ذلك ذهب إلى ليلى بنت حثمة زوجة عامر بن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، القصة التي ذكرها المصنف وليس فيها شيء إلا في القصة في صفحة 203، ليس فيها قصة إسلام عمر، وإنما رقة عمر. عمر كان معروف بشدته على المسلمين وعلى أهل الإسلام، في هذه القصة قصة ليلى بنت حثمة
تسمع فيها وتقرأ أنه رق قلبه، أين تريدون؟ أين تذهبون؟ قالت نذهب إلى الحبشة، نفر بديننا من بأسكم وطغيانكم وإذائكم لنا ونحو ذلك مما قالته له. فقال صاحبكم الله، قالت ورأيت له رقة لم أكن أراها، رقة في قلب عمر لمين؟ للمؤمنين، شيء عجيب. حتى لما جاء عامر ابن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أطمعت في إسلامه؟ يعني لما حكت له القصة، يعني ما هذا الذي تقولينه؟ أطمعت في إسلامه؟ قالت قلت نعم. قال فلا يسلم الذي رأيته، يعني عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى يسلم حمار الخطاب. قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. يعني لما عرف أنهم سيسافرون ويهاجرون ويتركون ديارهم ويذهبون إلى الحبشة رق قلبه لهم، وقال صاحبكم الله. ورأت هذه ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى. لكن أيما كانت القصة التي لأجلها أو بسببها أسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلا أن المهم في هذا والشاهد القوي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالإسلام. قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب. وفي رواية عند ابن ماجة عندك وصححه الألباني في صفحة 204 في آخرها، اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب خاصة، اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، وكان أحبهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان أحبهما إليه عمر. فلعل عمر رضي الله عنه كان أحب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فكان يدعو له ويخصه بالدعاء دون أبي جهل. على أي حال، فقد استجاب الله تبارك وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فآمن عمر بن الخطاب عقب الهجرة الأولى إلى الحبشة. وكان هذا أو يروى أن هذا كان بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام. انظر، أيام قليلة، يوم وبعد ثلاثة أيام يسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. حتى يخرج المسلمون، لاحظ أن هم كانوا يستخفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم سنوات، يستخفون بدينهم، وكان الرجل يدخل في الإسلام ولا يعلن إسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهي يعني في مكان لا يعلمه أحد، عند الصفا، أحسنت، في مكان لا يعلمه أحد، يعني يستخفون، يخرجون ويدخلون حتى لا يراهم أحد. و يعني إذ بقدر الله عز وجل يسلم عمر بن الخطاب وحمزة، يعني الرجال الأشداء الأقوياء، فيخرج المسلمون بين حمزة وعمر يستعلون بدينهم ويخرجون في وضح النهار أمام الناس لا يخشون شيئا. فقد استجاب الله تبارك وتعالى لدعاء نبيه وأعز الإسلام وأظهره بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. عند قصة إسلام عمر لما أسلم، وقال في القصة في صفحة 206، أي قريش أنقل للحديث؟ عمر رضي الله عنه لما أسلم أراد أن قريش كلها، بل العرب يعني أجمع، تعرف أنه أسلم. فقال أي قريش أنقل للحديث؟ من أسرع واحد لو قلت له أني أسلمت سوف يعني يذيع الخبر؟ فقالوا جميل بن معمر الجمحي. فذهب إليه وقال له إني أسلمت ودخلت في دين محمد. قال فوالله ما رجعه حتى قام يجر رداءه وتبعه عمر، كأن عمر بيجري وراه، والرجل مش فاضل عمر رضي الله عنه، ويريد أن يذهب إلى قريش ينقل لهم خبر إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي نفس القصة إن عبد الله بن عمر خرج، وكان ابن 5 سنين في ذلك الوقت، فخرج وراء أبيه هو أيضا حتى ذهب إلى قريش في أنديتهم حول الكعبة يخبرهم بإسلام عمر، فقاموا على رأسه. يعني تخيل كده المجموعة كثيرة جدا، وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وحده، واحد لوحده، فثاروا إليه، فلا يزال يعني يقاتلهم ويقاتلونه، يضربهم ويضربونه، حتى أعيا عمر رضي الله عنه من التعب والإجهاد من كثرة ما يعني ضربوه وضربهم، فجلس فقال فعلوا ما بدا لكم، أحلف بالله أن لو قد كنا 300 لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا.
تعرف من هذا يعني قوة شكيمة عمر وشدة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا يخاف ويقف أمام الجماعة من صناديد قريش الرجال الأشداء، يعني يحاربهم ويدفعهم ويضربهم وإلى نحو ذلك. وذكر القصة بطولها. ثم ذكر المصنف وقفات مع هذا المقطع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نترك لكم يعني الاختيار في الملخص الذي ستأتون به في الأسبوع القادم إن شاء الله، الواجب الأسبوع القادم إن شاء الله تلخيص الفصل الثالث، وكل فصل إن شاء الله سننتهي منه وسنلخصه، يصير عندك في النهاية إيه؟ ملخص لهذا الكتاب. نعم. لا احنا قلنا هنذكر الاحداث باختصار شديد، يعني كنتش حاضر معانا؟ طب لخصت حاجه في الفات ولا ما سالتش اصلا؟ طيب احنا نذكر الاحداث باختصار شديد وننتقي من هذه الوقفات ثلاثه فقط، لا نزيد على هذا. طبعا عندك وقفات كثيره جدا، يعني في قصه اسلام عمر هذه 11 فائده من الفوائد التي ذكرها المصنف، هتنتقي انت منها يعني الزبدة، ثلاث فوائد فقط مع اختصار شديد في الايه؟ في الأحداث. يعني تذكر أهم يعني مثلا في هذه القصة، في قصة إسلام عمر هتختصر فيها جدا، قصة إسلام حمزة مش لازم تكتب الحديث كله، اختصر القصة وقصة إسلام عمر رضي الله عنه، وتذكرش بقى الحديث في صفحة 206 لما أسلم وأي قريش أنقل للخبر ونحو ذلك، لا هتكتب بس قصة إسلام عمر، قصة إسلام حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقفات مع هذا المقطع، وتختار ثلاثة تلخصهم ما تنقلهمش. ماشي يا إخوانا؟ طيب. نعم؟ لا عايزين ثلاثة بس من أهم الوقفات، ثلاثة فقط. نعم. خمسة. ما خلاص دي بقى مفروغ منها. خمس أبيات كل مرة إن شاء الله. المبحث الثاني في فقه السيرة في المقاطعة العامة ودخول الرسول صلى الله عليه وسلم شعب أبي طالب. لما رأت قريش إسلام حمزة وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وخشوع الإسلام في القبائل، ثم تواثق بني عبد المطلب وبني هاشم على حياطة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه، مسلمهم وكافرهم، مسلمهم إيمانا وكافرهم حمية، لما رأت قريش ذلك اجتمعوا وتحالفوا على ألا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب ولا يبايعوهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا بذلك صحيفة علقوها في الكعبة. قال ابن إسحاق: وكان ابتداء حصرهم في أول يوم من المحرم سنة 7 من البعثة. كان ابتداء حصرهم في أول يوم من المحرم سنة 7 من البعثة. اشتد الحصار، قطعوا عنهم الطعام. لاحظ ان في الصحيفة هذه ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم، يعني لا يبيعوا منهم ولا يشترون ولا طعام ولا غير طعام ولا أي شيء، ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب. نعم. طيب ميتين وخمستاشر. طيب وميه تاني؟ كم؟ 135. احنا صورناها قبل كده 135، احنا صورناها السنه اللي فاتت. حد مش عنده؟ 135 تاني، راجع كده. 135 215 وايه تاني؟ صفحات تانيه البيضاء. احنا السنه اللي فاتت صورناها.
طيب صفحة ايه كمان؟ 263. 600. تكتبهم عندك؟ كويس حسنت. 626 صورهم لكم كلها المرة الجاية إن شاء الله تأتي. كم؟ 339. 639. ممسوحة؟ طيب حاضر. حد تاني 639 عنده؟ ممسوحة؟ بدل ما نصور كمية بس يبقى هو أخ واحد بس اللي مش عنده. 639؟ 14. كم؟ طيب طيب. المهم أن هذا الحصار من قريش لبني هاشم وبني المطلب دام إلى 3 سنين. بقوا 3 سنين في شعب أبي طالب محاصرين، لا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يبتاعوا منهم ولا أي شيء، حصار تام، حتى سمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. فقام بعض أقارب من كان في الشعب يعني يطالبون بالإفراج عن ذويهم الذين في يعني حصروا في هذا الشعب، ويقولون إن هذا ظلم وينبغي أن يرفع وغير ذلك. هذا من الأسباب التي لأجلها فكوا الحصار عن بني هاشم وبني المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. من الأسباب الأخرى التي رويت في هذا ولا تعارض، أن الله تبارك وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شأن الصحيفة التي علقوها في الكعبة، وأن الله تبارك وتعالى قد أرسل الأرض الأكلة فأكلت هذه الصحيفة ولم يبق منها شيء إلا بسم الله في هذه الصحيفة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه فأخبر عمه قريشا، فقامت قريش تنظر في الخبر فوجدت الصحيفة فعلا قد قرضت ولم يبق منها شيء إلا ذكر الله تبارك وتعالى. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب في العام العاشر من المبعث. هذا العام العاشر كانت فيه أحداث كثيرة، جسام مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني 3 أعوام من التضييق و يعني ضنك العيش الذي وجده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم، فقد حاصروا يعني الجميع، حاصروا المسلمين والكافرين، بنو هاشم وبني المطلب جميعا دخلوا في هذا الشعب. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في العام العاشر، ولما خرجوا من الشعب بدأ أبو طالب يشتكي المرض ونحوه، حضرته الوفاة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يرى من حنو أبي طالب عليه وحياطته له وذوده عن الإسلام وغير ذلك. وأنت حينما تقرأ أيضا مثل هذا يعني بقلبك يعني تقول لو يعني أسلم هذا الرجل. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمه الذي كفله ورعاه سنين يعني طوال، وكان له يعني الأب والخال وكل شيء، كان يعني يحبه حبا جما ويحوطه ويرعاه ويعني يدافع عنه ويقول امضي يا ابن أخي، إلى غير ذلك من المواقف الكثيرة لأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه أيما حرص، فذهب إليه ليعوده، فوجد عنده أبا جهل
ابن هشام وعبد الله ابن أمية المخزومي، وهما من أصحابه يقفان عند رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، معنى لا إله إلا الله. فهو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعني يحرجان عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا يزال به على هذا النحو حتى كان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب ومات على هذا. عبد الله العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما انتهى حزنه على عمه حتى ذهب بعد وفاته بعدما قضى نحبه وقال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهم. فجاء النهي من الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، لكن بقيت شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي كان يحوطه ويرعاه، فليس يعني رجل يعني خف إيذاؤه للمسلمين أو حتى كان يدافع عن المسلمين، ليس كمن يعني كان في دركات من الكفر والعناد بعيدة وشديدة، وكان يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المؤمنين ونحو ذلك، لا يستوون. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أنه خفف عنه العذاب فكان في ضحضاح من النار. هو أهون أهل النار عذابا، منتعل بنعلين يعني فيهما يعني جمرات يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. كان موت أبي طالب في السنة العاشرة من البعثة، وعمره حينئذ 84 سنة. عمره 84 سنة، كان موت أبي طالب في السنة العاشرة، في السنة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب. ثم بعد ذلك بأيام يسيرة ماتت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. نحن ذكرنا هذا في إشارة سريعة، المصنف ذكر هذه الإشارة في أول هذا الفصل، وذكرنا لكم حديث البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. هذا الحديث أخرجه البخاري، ويوضح أيضا أن وفاة خديجة كان في العام العاشر أيضا. بكثرة هذه الأحداث التي حدثت في هذا العام سماه بعض أهل العلم بعام الحزن، وقلنا أن هذه التسمية يعني لا تصح، وذكر المحققون من أهل العلم أن هذا لم يرد في كتب السيرة، لم يذكرها ابن إسحاق ولا ابن هشام ولا الذهبي في سيرته ولا ابن كثير في سيرته، ولم ترد حتى في كتب السنن، لم ترد في أحاديث أو آثار عن الصحابة أو عن التابعين أو غير ذلك. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: فإني بعد مزيد بحث لم أقف عليه، والمصدر الوحيد الذي رأيته أورده إنما هو القسطلاني في المواهب اللدنية، فلم يزد على قوله فيما ذكره صاعد. قال: فيما ذكره صاعد، وصاعد هذا هو ابن عبيد البجلي، مجهول لا يعرف. يعني الشيخ الألباني يقول لم بعد، وحسبك الشيخ الألباني لما يقول يعني بعد مزيد بحث، يعني رجل في مثل قدر ومكان الشيخ الألباني لما يقول بعد مزيد بحث فخلاص ما تعبش نفسك، يعني انتهى الموضوع. بعد مزيد بحث يقول: لم أجد إلا القسطلاني في المواهب اللدنية ذكره عن صاعد، وصاعد قال هذا مجهول يعني لا يعرف،
واضح؟ فلا تصح هذه التسمية. وذكر الشيخ الألباني كلاما كثيرا في هذا، قال إنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم أحداث كثيرة جدا، قص حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحزان وأشجان ووقائع، ووقائع ليست بالسهلة ولا باليسيرة، حتى يعني يخص هذا العام بعام الحزن، بل يعني كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ملؤها يعني الكفاح والمعاناة والشدة التي لقاها النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ الألباني قصة الطائف، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته يعني إن أشد شيء مر عليه ما لقي من قومه أو من قومها، لما قال لها في يوم الطائف نحو ذلك، إلى غير ذلك مما ذكر. ثم هذا المبحث الرابع يتحدث عن فقه السيرة في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إحنا قد يكون قائل إحنا بنقرأ الأحداث أو بنمر على الأحداث نلخصها، والكتاب أصلا كتاب في الفقه، فقه السيرة، ولا ما حدش سأل نفسه أسكت أنا وخلاص أحسن؟ ها؟ طب الحمد لله يعني ماشي، ما فيش إشكال فيه؟ عشان أنا قلت فيه إشكال، أنا أردت تلخيص الأحداث. الأحداث مهمة جدا، وإحنا نستخلص الفقه السيرة أو المواقف أو العبر أو الدروس من إيه؟ من الأحداث. فأنا أردت أن نأتي على الأحداث، وعندك الكلام في الفقه، في فقه السيرة كثير، المصنف ذكر يعني أشياء كثيرة جدا، وغيره من أهل العلم ذكر فوائد غير هذا، ونحن دائما يعني ننتقي من فوائد التي ذكرها أهل العلم، وسيأتيك إن شاء الله في المباحث المتقدمة نحن بنزود على هذه الفوائد من كلام أهل العلم، أو نزود على الفوائد المذكورة بعض الاستنباطات وبعض الفوائد الأخرى، أو التوسع يعني نوسع الدائرة بعض الشيء أو نحو ذلك. أنا أريد أن تصنع أنت هذا، لكن الكتاب أحيانا في بعض المواطن بيكون فيه يعني اقتضاب في ذكر الأحداث، وذكر الأحداث مفيد جدا أو مهم جدا في استنباط الفوائد. كلما تقرأ الحدث بشيء من الاستيعاب، كلما يبقى عندك أنت نفسك تتكون عندك لما تقرأ الحدث بكامله، تستطيع أن أنت يعني تتابع الفقه أو الفوائد المستنبطة أو نحو ذلك، تستطيع أنت أيضا أن تزيد على هذا. اجعل نفسك في الهامش يعني حتى بلون مختلف عن اللي انت بتستمليه من ورائي انا، اجعل بقلم احمر او بلون تاني لك انت فوائد تعليقات، قد يحضرك مثلا بيت من الشعر، قد يحضرك واقعة اخرى تعضد الواقعة التي ذكرت او نحو ذلك من الكلام. الشاهد ان احنا بنقرأ الاحداث عشان نجعلها يعني كخرزات منظومات، احداث متتابعة، احداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نبني عليها ما وقفنا عليه في الايه، في الفصل الرابع ان شاء الله. ماشي خلاص. طيب هذا فقه السيرة في خروجه صلى الله عليه وسلم الى الطائف للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. طيب مات ابو طالب وماتت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهما اللذان كان يعني أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة كانت تواسيه يعني أيام مواساة، تربط على قلبه يعني حنوها وعطفها على النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقها الشديد له. لاحظ أن خديجة أول من أسلم من الرجال والنساء على الإطلاق، ومواقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى، يعني لم ينساها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. ومن مثل خديجة؟ وكانت المرأة تأتيه يقول كانت تأتينا أيام خديجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الوفاء لخديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ونحن أيضا حينما نذكر مواقف خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها ووقوفها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن يعني خديجة وعن أمهات المؤمنين جميعا، لها مواقف ناصعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، واشتد إيذاء الكفار وضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج خارج هذه الدائرة يعني التي ضاقت به، ويعني ضيق عليه فيها أهلها، أهل مكة يعني ضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الطائف 80 كيلو بعد مكة، مشاها النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا ورجوعا. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج 80 كيلو يمشي يعني مسافة طويلة جدا حتى يبلغ رسالة الله عز وجل، يريد أن يعني
أحد يعني أن أحدا من هذه القبائل التي لها شوكة ولها منع أن تؤمن به حتى يعني يواسوه ويعني ينصروه ويكونون يعني ردءا له. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، والقصة معروفة عندكم أنهم يعني لم يؤمنوا به ولم يصدقوه. ذهب إلى 3 من رؤساء ثقيف، عبد يليل ومسعود وحبيب ابن عمرو ابن عمير الثقفي، لم يجيبوه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم عندهم 10 أيام يدعو من استطاع من أشراف القوم لعلهم أن يؤمنوا به ويجيبوه، فلم يجيبه أحد، بل أغروا به سفهاءهم، وقفوا له صماطين صفين وألقوه بالحجارة حتى يعني أدموا قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فديناه بآبائنا وأمهاتنا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مهموما، وأرسل الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. من شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم وإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى أن يواسي النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني استأنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، وقد كان أسلم منهم أناس كثير. وفي تلك الليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فصرف الله عز وجل إليه يعني بقدره نفر من الجن يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا ورجعوا إلى قومهم منذرين. وفي هذه القصة أيضا قصة الغلام عداس النصراني من نينوى الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل يسمي الله، فقال يعني من يسمي في هذه البلد، من يقول هذه الكلمات الطيبات في مثل هذه البلاد، من أنت؟ قال: أنا رسول الله. من أنت؟ قال: عداس. من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: بلد العبد الصالح يونس ابن متى. قال: وما يدريك بما يونس ابن متى، إلى آخر الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عداس، حتى أكب عداس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يده ورجله يعني يقبلها وحق له ذلك صلى الله على نبينا محمد. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحادثة والواقع، أراد أن يدخل مكة. كيف يدخل مكة وقد خرج يدعو أناس غير قريش، فقريش ستمنعه من الدخول. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس ابن شريق حتى يجيره حتى يستطيع أن يدخل مكة، فاعتذر. أرسل إلى سهيل بن عمرو فاعتذر. أرسل إلى المطعم ابن عدي فأجاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمر على وفائه حتى قال في أسارى بدر، شوف بعد سنين في أسارى بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم ابن عدي. ثم بعد ذلك تأتيك الحلقة الأخيرة في هذا الفصل، وهي قصة الإسراء والمعراج، وهي أن رب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بخصيصة لم تكن لأحد من الأنبياء قبله، وهي أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث صلى بالأنبياء جميعا، وركب البراق حتى ذهب إلى بيت المقدس في مدة وجيزة جدا في جزء من الليل يسير، ثم صلى بهم، ثم عرج به وأتي بالمعراج، فعرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حيث سدرة المنتهى، حيث سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام: تكتب أو تكتب من قدر الله تبارك وتعالى ما تكتب. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأوحى إليه ما أوحى. والقصة طويلة وقد قرأناها معا وضبطنا كلماتها وشرحنا غريبها ونحو ذلك، أليس كذلك؟ ماشي يا خالد، نحس أنتم مش معايا خالص، ربنا يستر، ها؟ تفصلوا مني بس. كانت هذه آخر الأحداث في هذه الحلقة الطيبة المباركة من حلقات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اختتمها المصنف بالإسراء والمعراج، قصة الإسراء والمعراج، ويعني أردفها بالفوائد
الكثيرة وفقه السيرة المستنبط من قصة الإسراء والمعراج، واختتم بها هذا الفصل ليشرع إن شاء الله في الفصل الرابع، وهو فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة النبوية، وهذا ما سنأخذه في الأسبوع القادم إن شاء الله بحوله تبارك وتعالى وقوته. بقي أن نؤكد على الواجب تلخيص الفصل الثالث وحفظ الإيه من 20 إلى 25. طيب، من 20 إلى 25 كده تمام الربع. طيب، نقول المرة الجاية إن شاء الله نسمع 25 على بعض وتكون عليها الدرجة، تكون عليها الدرجة. نعم، لا احنا قلنا الشفه، وفي الآخر هنعمل مسابقة يعني كل واحد يسمع واللي يغلط يطلع لحد ما يبقى معنا واحد بس ما ياخد جايزة حلوة إن شاء الله. خلاص، فاستعد من دلوقتي. نعم، ليهم جوائز إن شاء الله، لو بقى أكتر واحد أنا أبقى سعيد. ماشي يا إخوانا. طيب، المرة الجاية إن شاء الله تسميع 25 بيت وإن شاء الله يكون عليهم عليها الدرجة. خلينا أول 20 عشان أنا ما حفظش، يعني الدرجة على 20 الأوائل. في حد ما حفظش خالص؟ ما بدأش أصلا؟ طب ليه كده؟ خلاص، المرة الجاية علينا 20 بيت بس. اللي حافظ الخمسة؟ اللي هيزود خمسة يشفعوا له في الأخطاء اللي في الخمستاشر. خلاص؟ اللي هيكتب الخمسة الزيادة يشفعوا له في الأخطاء لو عنده خطأ في بيت من الأبيات الخمستاشر اللي احنا العشرين اللي عليهم الدرجة، الخطأ ده يشفع، تصير كالنافلة تجبر ال نعم الإجباري 20، دول اللي عليهم التسميع، والخمسة لو زودتهم يشفعوا لك في الخطأ الذي في ال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.